السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير، رمضان مبارك سعيد. بغيت اليوم ندير معكم البريوش. هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق، عندي هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة ديال الخميرة، ها هي معلقة الخميرة، وكاين معلقة ديال السكر، اما الثقيل اما دوك الحبيبات اللي بغيتو ديرو، وجوج بيضات. والحشو عندي هنا الا بغيتو ديرو التمر ديروه معجن معجن. عندي هنا عنب جاف، عندي هنا كاوكاو الا بغيتو ديرو اللوز ديروه، انا عندي كاوكاو وواحد شويه ديال القرفه مطحونه. المهم انا غندير الماء مع الخميره هكذا. المهم نخليها حتى يتفاعلوا بجوج، يتفاعلوا. دابا انا غندير هاد الزبده، هاد معلقه الزبده هنا هكذا. ندير جوج بيضات، جوج بيضات نضربهم هنا. خلطهم هكذا بيض، المهم من الحركة درت واحد شوية ديال الملح. ندير الخميرة، ندير شوية الماء، نعجنها مزيان. خط تلصق ما تخافوش منها. من بعد ما دلكتها مزيان هاني درت قطره ديال الزيت، ها هي غندير هكذا، نسرحها من تحت منها ونخليها نتوما خليها تخمر مزيان، تتخمر عاد نرجع معاك. ها العجينه لما خمرت ها هي هكذا، ندير شويه الزيت في يدي هكذا وندير لها دغيا نزلاتها. دابا غنشكلها كريسات، كريسات صغار ها هكا. كل وحدة غندير لها هكذا، ندير لها واحد شويه الحشو من الوسط هكذا ونسد عليه هكذا. ونحطها هكذا نفس الطريقه حتى
تنكمل كل شيء. ونحطهم هكذا نبعدهم غير شويه. حتى نكمل نتلاقى معكم. دابا غنفلحوهم هكذا لكل مص ماضي هكذا، وفلحوهم هكذا هانتوما هكذا هكذا، ومن بعد نديرو لهم البيض هكذا الموس هكذا. كلهم ندير لهم هكذا هكذا هانتوما. نديرو دابا المح البيض هكذا، نديرو المح البيض ونديرو الجنجلان هكذا هكذا، ندهنو بمح البيض هكذا مزيان ونديرو الجنجلان وندو الفران هكذا، نديرو الجنجلان وندو الفران صافي. هذا هو البغيوش ديالنا هاهو. المهم ديروا العافيه من الاسفل، عاد ديروا من الاعلى باش تحمر من الفوق. بالصحه والراحه.